يعني يلفت حتى الطالب للحسن التعلم بالطرفة حتى ما ينسى الآية اللي نعم صدقت أخطأ فيها. فكان عند قوله تعالى فرعون، يعني لما يذكر اسم فرعون ويأتي بعض الطلاب يفخم الراء فرعون وهي تقرأ فرعون، فكان يقول رققوا ابن الكلب ما يستاهل انه يفخم. فهو يعني زي ما تقول يعني في المواضع هذه تجد انه خلاص ما عاد ينسى الطالب انه ان طريقة التصحيح. نعم كذلك مرة من المرات يعتني بالوقف مع الطرائف اللي يقولها، فكان احد الطلاب يقرأ في قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وقف طبعا انتهى النفس، فالابتداء حسن الابتداء زي الوقف، فقال وأنا عجوز، قال يا ابني مش انت العجوز، مش انت العجوز. كذلك مثلا لما يأتي في قوله تعالى في سورة القمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هي فيها تشديد، بعض الناس يقرأها وأمر فيقول له يا أمر أنت يا أمر، الأمر في السماء خلاص هو يعرف أنه وأمر وليس لازم التشديد. أي نعم. وكذلك لما جاء في قوله تعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، قرأ الطالب غلت أيديهم قال شدد عليهم أولاد الكلب شدد عليهم. الشيخ كان الطرائف هذه كان يذكرها وكان الطلاب خلاص يفهمون ما ولا يخطئون مرة ثانية في الخطأ نفسه.